في الفيديو ده هنلخص الجزء الثالث من فيلم الديناصورات واللي اسمه جوراسيك وورلد دومينيون، واللي بيكون بعد 30 سنه من احداث الجزء اللي قبله جوراسيك وورلد فولين كينجدم. وواضح جدا انتشار الديناصورات في كل مكان بين البشر، واللي سهل انتشارهم هو ان بقى في سوق سودا لبيعهم في جميع انحاء العالم، واللي بقى مسؤول عن مراقبتهم ودراسه تصرفاتهم هي شركه اسمها بايوسين، وده علشان يقدر البشر يتعايشوا معاهم في سلام. وعلشان تعرفوا اللي هيحصل في الجزء ده خليكم معانا. وبيبدا الفيلم مع كام شخص وهما كل المكان يخص صيادين الديناصورات، والاشخاص دول هم كلير وزيا من الاجزاء اللي فاتت. وجوه المكان ده بيشوفوا ديناصور معزول في قفص لوحده، ولما بيعرفوا انه تعبان وعلى وشك انه يموت بيقرروا انهم يساعدوه ويحرروه، وبيسرقوا القفص وبيخرجوا بيه بسرعه. وبيقابلهم بالعربيه صاحبهم فرانكلين اللي كان معاهم في الاجزاء اللي فاتت، واللي بيتصدم لما بيشوفهم مهربين ديناصور. وفجاه صفارات الانذار بتشتغل وبتبدا العربيات انها تطاردهم، وعلشان يقدروا يهربوا منهم كلير بتدخل بالعربيه واستقطاع ديناصور، وفعلا بتقدر تخلص من العربيات اللي بتطاردهم. وبنشوف ميسي اللي حررت الديناصورات في الجزء اللي فات وهي في الغابه، واللي كانت سبب اساسي برضه لانتشارهم في العالم. وبتخرج من البيت اللي في الغابه وبتروح للمدينه، وهناك بتلاقي واحد من الديناصورات الكبيره معطل شغل العمال، فبتساعدهم بفكره انهم يخرجوها من الموقع وبتنجح فعلا. ولما بترجع تاني للبيت بتلاقي كلير رجعت هي كمان، واللي بتكون متضايقه لانها سابت الغابه وراحت للمدينه، وده لانها في خطر وفي ناس عاوزين يوصلوا لها. وخلال ما هما بيتكلموا بيوصل اول للبيت هو كمان، وبيتضايق برضه لما بيعرف من كلير ان ميسي راحت للمدينه لوحدها. وفي نفس الوقت بنشوف بلو في الغابه، ودي واحده من الديناصورات اللي اوين كان بيدربهم، وكمان بنعرف ان بقى عندها بنت صغيره اسمها بيتا، وبتخرج معاها بلو علشان تعلمها الصيد لاول مره. وبالليل بيتكلم اوين مع ميسي وبيفهمها ان خروجها للمدينه خطر عليها، لكن ميسي بتتضايق لانها محبوسه بقالها فتره وبتسيبهم وتدخل البيت. وبيطلع ان كلام اوين حقيقي فعلا، وبنشوف واحد من الصيادين اسمه ديلا كورت وهو مراقبهم، وبيقول للي بيكلمه انه عرف مكان ميسي وبيجهزوا علشان يخطفوها. وكمان واضح من كلامه انهم عاوزين يخطفوا بنت بلو اللي اسمها بيتا. وبنروح لطفلين في مزرعه وهم بيهجم عليهم نوع غريب من الجراد، وواضح جدا من حجم الحشره دي انها متعدله جينيا. وبيوصل للمكان ده ايلي بعد ما اتصلت بيها صاحبه المزرعه، وبتقول لها ان الجراد ده اكل محصول 60 مزرعه حواليهم. وبتتفاجئ ايلي لما بتشوف مزرعه جنبهم المحصول بتاعها زي ما هو، وبتعرف انهم بيشتروا بذور المحصول ده من شركه بايوسين، فبتفهم ايلي على طول ان ليهم علاقه بالموضوع. وبتاخد الحشره اللي حبسها الاطفال وبتروح تقابل الين، ولما بيشوف الجراده بيعرف انها متعدله جينيا وشكلها وصفاتها هي نفسها لما كانت في عصر الديناصورات. وبتقول له ايلي ان اعدادها بتتضاعف بشكل كبير جدا، وبمرور سنه كمان هيكونوا خلصوا على كل المحاصيل اللي في العالم. وبتعرفه ان الجراد ده مش بيقرب من اي محاصيل تبع شركه بايوسين، وبتطلب مساعدته انهم يثبتوا تورط الشركه في كده ويفضحوهم، وان اللي هيساعدهم يدخلوا الشركه دي هو صاحبهم ايان اللي شغال فيها دلوقتي. فبيوافق الين وبيروحوا على المطار. وتاني يوم ميسي بتشوف بيتا قريبه منها وبتحاول تاكلها، بس لما بتشوف بلو بتخاف لانها بتكون على وشك انها تهاجمها، وبيلحقها اوين في اخر لحظه وبيعرف يتعامل مع بلو. ولانه متفاجئ ان بلو بقى معاها بنته صغيره بيمشي وراهم علشان يعرف مكان عشهم. وبتاخد ميسي العجله وبتروح على المدينه كالعاده، وفي الغابه ديلاكورت ورجالته بيقدروا انهم يخطفوا بيتا، وفي طريقهم على الجسر بيخطفوا ميسي هي كمان. وبيشوفهم اوين لكنه مش بيقدر يعمل حاجه لانهم بعيد عنه، فبيرجع للبيت بسرعه وبيعرف كلير باللي حصل، وبيقول لها تجهز العربيه علشان يخرجوا وراهم، لكنها بتتفاجئ ببلو قدامها واللي بتكون متضايقه لانهم خطفوا بنتها. فبيهدها اوين وبيقدر يتواصل معاها، وبيوعدها انه هيرجع لها بنتها قريب، وفعلا بتسيبهم وتمشي. وبيروحوا بعدها لفرانكلين علشان يساعدهم، وبيعرفوا منه ان اللي خطف ميسي اسمه ديلاكورت، ومقره الرئيسي هو جزيرة مالطا، وبيقول لهم ان في واحد هناك اسمه باري هيساعدهم لما يوصلوا. وفي نفس الوقت بيوصل الين وايلي لشركة بايوسين، وبيستقبلهم هناك واحد من الشركة اسمه رمزي، وبياخدهم معاه وبيروحوا يقابلوا ايان، واللي بيقول لايلي ان الجراد جزء من مشروع اكبر بكتير، وبيعرفها المكان اللي تجارب الجراد بتتعمل فيه، وبيديها كمان الاسورة بتاعته علشان تساعدهم يفتحوا اي باب في الشركة. وجوه الشركة بنشوف هنري بيتكلم مع المدير اللي اسمه لويس، وبنعرف ان فعلا بايوسين هما اللي عاملين الجراد اللي متعدل جينيا، لكنهم ما كانوش يقصدوا انه يكون بالخطوره دي. وبيقول له هنري انهم لازم يدمروه لانه هيؤدي المجاعه في العالم كله. وبعد ما بيخرج لويس من المعمل بنعرف ان هو اللي مأجر اللي خاطفين ميسي وبيتا، بس لسه ما نعرفش ايه سبب اهتمامه بميسي للدرجه دي. وفي مطار الجزيره بتسلمهم واحده اسمها كايلا ديلاكورت، لكنها بتستغرب انها كانت بتنقل طفله لان كل شغلها في الديناصورات. وفي نفس الوقت بيوصل اوين وكلير للجزيره وبيقابلوا باري، وبياخدهم معاه وبيروحوا لاكبر سوق ديناصورات تحت الجزيره، واللي ديلاكورت شغال
خلى حسابه وغالبا هيكون هناك. وفي المكان ده كلير بتقابل كايلا اللي كانت بتنقل ميسي وبيتا، وبالصدفه بتقرر انها تسالها اذا كانت شافت ميسي وبتوريها صورتها، وبتتعرف كايلا عليها فعلا لكنها بترفض تساعدها. وبيشوف اوين وبارد لاكورت وهو داخل السوق، فبيستعدوا علشان يقبضوا عليه، ورجاله باري بيحاصروا المكان وبيهجموا عليه على طول قبل ما عمليه التسليم تنتهي ويهرب. لكن بيحصل ضرب نار بين الطرفين، وبيستغل ديلاكورت الفرصه ويهرب، وبيطاردوا اوين وبيدخلوا لسوق الديناصورات. وبسبب ضرب النار اللي بيحصل بتتفتح الاقفاص كلها، وبيقدر اوين انه يمسك ديلاكورت ويعرف منه ان ميسي موجوده مع سانتوس، ودي الست اللي لابسه ابيض واللي كان بيعمل معاها عمليه التسليم. وبنشوف سانتوس دي وهي بتدي اوامر لرجالتها انهم يفتحوا الاقفاص اللي معاهم، وبيطلع فيها ديناصورات معدله جينيا للهجوم بالاشاره، وبتاخد اوامرها من جهاز صغير زي الليزر مع سانتوس. وفعلا بتوجه الجهاز ده على باري ورجالته وبتهجم عليهم الديناصورات، وبيقدر باري انه يهرب في اخر لحظه، وبيستخبى جوه عربيه، وبيجي اوين ينقذه قبل ما الديناصورات توصل له. وكلير بتشوف سانتوس وبتبدا انها تطاردها هي كمان، وبتمسكها فعلا وبتهددها انها تقتلها لو ما عرفتهاش مكان ميسي. فبتقول لها سانتوس انها سلمتها لاشخاص تانيين، وان هي في طريقها البايوسن حالا ده لو ما كانتش وصلت، وبتستخدم عليها الجهاز اللي معاها وبتخلي الديناصورات تهاجمها، وبتحصل مطارده ما بينهم لحد ما بتتعلق كلير على بلكونه مبنى، وبتشوفها كايلا وبتقرر انها تساعدها. وبيقدر اون وباري انهم يحبسوا الديناصور اللي بيطاردهم، وبيقبضوا على سانتوس قبل ما تهرب من المكان، وبيسيبهم اون وبيروح علشان يساعد كلير. وقبل ما بيمشي بتستخدم عليه سانتوس الجهاز وبتخلي الديناصورات تطارده، وبتستمر المطارده ما بينهم في المدينه. وواضح ان الديناصورات اللي حرروها في السوق انتشرت في كل مكان وبتاكل الناس، وكايلا وكلير بيكونوا وصلوا للطياره وبيستعدوا علشان يهربوا. وبيقدر اون انه يوصل لهم في اخر لحظه ويخلص من الديناصور اللي بيطارده، وبتقول لهم كايلا انها قررت تساعدهم وتوصلهم لشركه بايوسن. وميسي بتكون وصلت فعلا للشركه، وهنري بيتكلم معاها، وبيطلع ان ام ميسي اللي اسمها شارلوت كانت عالمه جينات هي كمان، وميسي اتعدلت جينيا بنفس الطريقه اللي اتعمل بيها الديناصورات، وده لانها كانت مريضه بمرض خطير وهو نفسه اللي موت امها، فاضطرت امها قبل ما تموت انها تعالجها وتغير في جيناتها، وهو ده السبب اللي خلاهم يختفوا ميسي، لان جيناتها عندها القدره انها تصلح جينات الجراد اللي هم صنعوه. وفي نفس الوقت ايلي والان بيكونوا في طريقهم للمكان اللي فيه الجراد، وبيستخدموا الاسوره اللي اداها لهم ايان، وبيقدروا يفتحوا الباب بيها، وبيلاقوا الجراد في المعمل فعلا، وبيمسكوا واحده منهم. وبتستغل ميسي فرصه ان هنري ولويس بيتكلموا مع بعض وبتحرر بيتا، فبيشوفها لويس وبيشغل اجهزه الانذار، وده بيخلي الجراد اللي في المعمل يطير في كل مكان ويهجم على ايلي والان. وبتقدر ميسي وبيتا انهم يهربوا من المعمل، واول ما بتخرج ميسي بتشوف ايلي والان وهم بيهربوا، وبيتعرفوا على بعض وبيقرروا انهم يخرجوا من المكان بسرعه. وبنرجع لاون وكلير وكايلا وهم على الطياره، وبيظهر حاجه غريبه فوق الطياره، فبتقول لهم كايلا انه من اكبر الديناصورات اللي بتطير، وفجاه بيبدا انه يهجم عليهم ويدمر محركات الطياره، ولان في مظله واحده اوين بيقول لكلير تستخدمها، وبيطمنها انهم هيتقابلوا بعد كده في الشركه، فبتسمع كلير كلامه فعلا وبتستخدم المظله. بس المشكله ان الديناصورات اللي بتطير بتكون ماليه المكان وبتقطعها، وبتنزل كايلا واوين بالطياره في التلج، وجوه الشركه بيخاف ايلي والين لما بيلاقوا رمزي في وشهم، لكنه بيطلع تبعيا وبيساعدهم علشان يهربوا، وبيفتح لهم كبسوله توصلهم للمطار، وبيقول لهم ان في هناك طياره مستنياهم وهتهربهم. وبتفوق كلير جوه الغابه وهي متعلقه على شجره، وبتحاول تهرب من ديناصور جنبها قبل ما يشوفها ويموتها، فبتزحف لحد ما بتنزل في الميه، وساعتها الديناصور بيسيبها فعلا. واوين وكيلي بيطلعوا لسه عايشين وبيخرجوا من الطياره بعد ما اتدمرت، وبيتحركوا بالراحه على التلج لان الطبقه رقيقه وعلى وشك انها تتكسر، لكنهم بيضطروا يجروا اول ما بيشوفوا نوع غريب من الديناصورات بيقرب عليهم، وبيقدروا انهم يوصلوا لقفص حديد ويهربوا منه. وبيطلع ان في جهاز تتبع في كرسي الطياره بتاع كلير، ويقدروا انهم يلاقوها لو مشوا ورا الاشاره. وجوه الشركه بيشوف لويس فيديوهات المراقبه، وبيعرف ان ايلي والين كانوا في معمل الجراد وعرفوا عنه كل حاجه، وبيعرف كمان من الحارس ان ايان هو اللي ساعدهم، وده لانهم استخدموا الاسوره بتاعته وفتحوا بيها الباب. وبيلاحظ ان في كبسوله بتتحرك ومتجهه للمطار، وبيعرف انهم ايلي والين واكيد معاهم ميسي وعينه من الجراد، فبيقطع عنهم الكهرباء وبيوقف الكبسوله، فبيضطروا انهم ينزلوا في مناجم قديمه ويكملوا مشي علشان يخرجوا. وبعدها بيستدعي لويس ايان لمكتبه وبيرفضه من شغله، وبيعرف ايان من شاشات المراقبه ان ايلي والين في المناجم القديمه واللي بتكون مليانه ديناصورات من اخطر الانواع. وبنروح لاوين وكايلا وهم ماشيين ورا جهاز التتبع، وبيوصلوا فعلا للمكان اللي كلير كانت فيه، بس مش بيلاقوها. الحاجه الوحيده اللي بيلاقوها هناك هم اضخم ديناصورين في العالم، وهم بيتخانقوا على الاكل، ورمزي بيساعد ايان وبيعرفوا المكان اللي ايلي والين فيه علشان يساعدهم. وبيوصل الين لسلم في المنجم وبيطلع علشان يشوف طريقه للخروج، لكنه بيتصدم لما بيلاقي ديناصور في
في وشه، وبتبدأ كل الديناصورات اللي في المكان تتلم عليهم وتهاجمهم، فبيجروا بسرعة لحد ما بيوصلوا البوابة مقفولة، وبيوصل لهم إيان وبيحاول يفتح البوابة علشان يخرجهم، لكن للأسف مش بيكون عارف كلمة السر، ولما بيشوفهم رمز في كاميرات المراقبة بيفتح لهم البوابة، فبيخرجوا في آخر لحظة وبيقولوا لإيان إن معاهم الحمض النووي بتاع الجراد، وبنروح لكلير بعد ما قدرت إنها تخرج من الغابة وتوصل لمكان تبع الشركة، وقبل ما تدخل المكان ده بتلاقي ديناصورات حواليها في كل مكان، وقبل ما واحد منهم يهجم عليها بثواني بيمسكوا أوين ويقتله، وبيروح لويس للمعمل اللي فيه الجراد علشان يخفي الأدلة، وبيقول للمساعدين اللي معاه إنهم يحرقوه كله، وبيشغلوا النار جوه المعمل فعلا وبيولع الجراد وهو طاير، بس المشكلة إن النار بتفتح سقف المعمل وبيقدر الجراد ساعتها إنه يهرب، والكارثة إنه بيهرب والنار ماسكة فيه، وبيشوف أوين وكلير سرب الجراد وهو مولع ومش بيصدقوا اللي بيحصل، وبيبدأ الجراد إن النار تموته بعد فترة ويقع على الأرض، وده اللي بيسبب حرائق في الغابة وبيخلي الديناصورات تهرب في كل مكان، وبسبب الفوضى دي إيان بيعمل حادثة بالعربية وبتتقلب جوه الغابة، بس لما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم قدام كلير وأوين وكايلا، وبتعرفهم ميسي إن إيلي وآلين ساعدوها إنها تهرب، وخلال ما هما بيتكلموا بيجي أكبر مفترس في العالم ويقف قدامهم، فبيستخبوا ورا العربية علشان ما يشوفهمش، وبيجروا يدخلوا المكان اللي جنبهم بسرعة، وبيحاول إيان يلفت انتباهه علشان اللي معاه يقدروا يهربوا، وبيبدأوا كلهم يهاجموه وفعلا بيسيبهم الديناصور ويمشي، وبسبب الحريقة اللي حصلت بيضطر لويس إنه يعلن إخلاء للشركة كلها، وبيعرف ساعتها إن أبحاثه وكل تجاربه انتهت، فبيقول لرمزي إنهم ممكن يبدأوا في مكان جديد، وإنه يعرف رجال أعمال هيمولوهم علشان يرجعوا زي الأول، بس بيتصدم لما بيعرف إن رمزي هو اللي سرب الأبحاث بتاعته، وهو كمان اللي قال لإيان على مكان الجراد والتجارب اللي بتحصل عليه، وبعد ما بيسيبوا رمزي ويمشي بيروح على كبسولة علشان يهرب، وبيروح أوين يدور على بيته علشان ياخدها معاهم ويرجعها لبلو، ولما بيلاقوها ميسي وألان بيشتتوا انتباهها، وبيقدر أوين إنه يضربها بحقنة مخدر، وفي نفس الوقت إيلي وكلير بيحولوا طاقة الشركة كلها للمكان اللي هم فيه، وده علشان يشغلوا نظام الأمان ويمنعوا الديناصورات إنها تهرب، وده بيخلي الكهرباء تقطع عن الكبسولة اللي لويس فيها وتقف مكانها، ولما بيفتح الباب ويخرج علشان يلاقي طريقة تانية للهروب بيتصدم لما بيلاقي ديناصورات في وشه وبيهجموا عليه، وبيدخلوا له جوه الكبسولة وبيموت لويس، وبتلاقي كايلا الطيارة اللي هيهربوا بيها، وقبل ما يروحوا يقابلوها بيلاقوا هنري وراهم، وبيقدر يقنعهم إنه هيصلح كارثة الجراد اللي هو عملها، وهيستخدم جينات ميسي في كده قبل ما ينتشروا في العالم كله، فبيوافقوا وبياخدوه معاهم وبيخرجوا علشان يقابلوا كايلا، بس المشكلة إن الحريقة اللي حصلت في الغابة خلت كل الديناصورات تهرب لجوه الشركة، ومن الديناصورات دي أخطر وأكبر نوعين فيهم، وبيستغل أوين واللي معاه إنهم بيتخانقوا وبيجروا يركبوا الطيارة، وبنشوف حاجة غريبة جدا بتحصل بين الديناصورات، وهي إن اتنين فيهم بيتحالفوا وبيقتلوا أخطر واحد فيهم، وبعد ما بيرجعوا لأمريكا بيبدأ هنري فعلا إنه يعالج الحمض النووي بتاع الجراد، وبيقدر إنه يغيره تماما وينقذ العالم من الكارثة اللي كان سبب فيها، وبيقرر الكونجرس الأمريكي إن وادي بايوسون اللي كان فيه مقر الشركة بإنه هيبقى محمية طبيعية لجميع أنواع الديناصورات، وبيشتروا الكايلا طيارة بدل اللي دمرتها وهي بتساعدهم، وأخيرا أوين بيرجع بيتا لبلو زي ما وعدها. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وكان معاكم شعيب، سلام.